ورجعنا لكم مرة تانية، وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة خلوني أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور. الله يحفظك. أهلا وسهلا. يعني احنا بننتظر الفقرة دي من الخميس للخميس تقريبا، بتبقى جرعة مهمة جدا لكل متابعينا. الله يحفظك. الحقيقة النهاردة يا دكتور عندنا أكتر من موضوع، وقتنا هو كمان يعني. وعايزين نحاول قدر الامكان اننا نلمهم بصوره واضحه لكل اللي بيتابعنا. طبعا حضرتك شفت الفتره اللي فاتت يوم الاحد اللي فات ان شاء الله، الاحد اللي فات، عوده الدكتور ممدوح حمزه الى مصر مره اخرى. شفنا بعدها بيومين الافراج بين قوسين كده، خليني اقول من وجهه نظري، المشروط للمستشار هشام جنينة. المصريين ربطوا خروج المستشار هشام جنينة ورجوع الدكتور ممدوح حمزة، بنرجع ورا شوية، زي مثلا رجل الأعمال صفوان ثابت، الإفراج عنه بدون أي شروط وبدون أي شيء، خدوه يلا رايح فين، محدش بيرد عليه، هوب لقى نفسه في بيته. وقبلها كمان زياد العليمي، رغم ان كان في توسطات كتيره وتدخلات كتيره للخروج، ولكن كان دايما بيتم يعني مقابله الطلب ده بالرفض. البعض شايف ان دي بوادر انفراجه حقيقيه في ملف المعارضه او في ملف المعتقلين في مصر، والبعض الاخر شايف انها مجرد افراجات تمت. حضرتك شايف ايه وليه؟ طيب، شكرا جزيلا اولا، تحيه لحضرتك وتحيه لكل المشاهدين. خليني هقول لو هي انفراجه متى تكون انفراجه، ولو ما ولو هي مش انفراجه ممكن تكون ايه. انا وجهه نظري انها حتى الان ليست انفراجه، حتى الان ليست انفراجه، هي محاوله احتواء للضغوط التي يتعرض لها النظام من جانب اطراف اقليميه ودوليه، في مقدمتها الولايات المتحده الامريكيه، كما شرحنا في حلقه سابقه عن زياره بلينكن، وتأكيد بلينكن على أهمية فتح المجال العام، وأهمية وأيضا تأكيد بلينكن على تشكيل لجنة خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر. ودور القطاع الخاص في مصر بيرتبط بمجموعة مهمة من رجال الأعمال، من بين هؤلاء صفوان ثابت وممدوح حمزة. وبالتالي يمكن النظر في إطار الإفراج عن صفوان وعودة ممدوح في هذا السياق، إن هو نوع من أنواع الاستجابة للضغوط، محاولة تحسين بيئة الوضع الاقتصادي العام من جانب النظام في مصر، بأمل أن هناك بالفعل أزمة حقيقية، هناك تدهور على كل المستويات فيما يتعلق بالشأن السياسي، استجابة للضغوط التي طلبت منه داخليا إقليميا ودوليا وتحديدا من الإمارات ومن الولايات المتحدة الأمريكية. متى طيب ده مستوى، بس في النهايه دكتور دول شخصين. ما انا جاي لحضرتك. جاي لحضرتك. ده هنا بنقول ايه؟ احتواء ضغوط هيتم على مراحل. على مراحل يمكن ان تكون هناك افراجات اخرى، على مراحل يمكن ان تكون هناك اجراءات اخرى. متى يمكن ان نسميها انفراجه؟ متى اذا استطاع الدكتور ممدوح حمزه ان يقول من داخل مصر ما كان يقوله خارجها. لا دي مش انفراجه يعني، دي خلينا يعني لانه دي مش في الاخير انفراجة يعني. لان انا هقول ليه، لان مثلا على سبيل المثال، لا الدكتور ممدوح كان معلي السقف جدا. طب ممتاز، هل يستطيع ان يحافظ على هذا السقف؟ اكيد لا. طب ممتاز، هل يمكن ان يحافظ على 50% منه؟ هل يمكن ان يحافظ على 10% منه؟ ممكن لا أعتقد 10%. لا اعتقد ولا 1%. لا ممكن 10%. طب هنشوف، الايام كاشفه. انا من وجهه نظري الشخصيه ان الدكتور ممدوح حمزه لن يتحرك او لن يمارس 10% مما كان يقوم به خارج مصر خلال الثلاث سنوات الماضيه، وان عودته ايضا هي عوده مشروطه، أن تعود إلى حياتك الطبيعية وتعود إلى أعمالك وتعود إلى أموالك ونشاطاتك دون أن يكون لك شأن دور في العمل السياسي. أنا وجهة نظر، وأتمنى أن أكون مخطئ، ولكن أتمنى أن أكون مخطئ، ولكن من وجهة نظري أن هذا ما سيحدث. نفس الموقف ده يا رعاء، أنا كان لي موقف كان شديد القوة من وجهة نظري في وقتها، وتحملت وتعرضت له لهجوم شديد جدا جدا عندما وصفت عودة الدكتور دكتور تاكرنيتي، لا هيتذكر الاسم، رئيس حزب ال اسمه ايه، المستشار فضالي، لا الدكتور اللي هو هنفتكر اسمه، كان مرشح للرئاسه، نسيت الاسم والله، كان مرشح للرئاسه ورئيس حزب في مصر ورجع مصر القويه، ابو الفتوح، الدكتور ابو الفتوح، عبد المنعم الفتوح. عبد المنعم الفتوح كان خارج مصر وكان اجرى لقاء تلفزيونيا مع الجزيره في لندن، ومباشره ورفع السقف قليلا في هذا اللقاء،
وعندما عاد إلى مصر قلت بمنتهى الوضوح أن هذا موقف شديد الغباء من الدكتور عبد المنعم المفتوح، وما كان له يجب أن يعود، لأن النتيجة واضحة ومعروفة. وكانت النتيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي منذ عودته بعد هذا اللقاء. طب أتمنى ألا يصل ممدوح حمزة إلى هذا الأمر، وهو لن يصل إلى مسلم وصل إليه عبد المنعم الفتوح، ولكن في الأخير نحن نتحدث عن فكرة الانفراج الحقيقية فيما يتعلق بالمعارضة المصرية. إذا استطاع شخص مثل محمود ممدوح حمزة، وهو المحسوب على التيار الليبرالي وأحد رجالات النظام وأحد الداعمين للنظام بعد انقلاب 2013، وكانت له مواقفه المواضح الواضحة بعد الثورة في كثير من القضايا، أن يمارس حقه ويعبر عن ما يراه سياسيا كما كان يعبر عنه في الخارج. بس إحنا يمكن انفراجة بالنسبة لنا، أو يعني زي ما كتير من المصريين بيفكروا فيها فكرة انفراجة، إن نلاقي عدد من المعتقلين، عدد كبير، أنا مش بتكلم على العشرات ولا المئات اللي بيفرجوا عنها، ما يبقاش عندي عشرات الآلاف وأفرج عن مئات. طب أنا هقول لك، بنتكلم عن المعتقلين، بنتكلم عن المصريين اللي في الخارج. يعني في كل الأحوال الفكرة بتبقى قايمة على إيه؟ هل عودة الدكتور ممدوح من منظور الوضع القائم في مصر تمثل انفراجة؟ نعم تمثل انفراجة. لماذا؟ لأنه كان يمكن ألا يسمح له بالعودة. هل خروج صفوان يمثل نوع من درجة من درجات الانفراجة؟ نعم يمثل. من منظور من؟ من منظور صفوان، ومن منظور ممدوح، ومن منظور زياد، ومن منظور اللي هو هشام جنين. انفراجة بالنسبة لهم لماذا؟ لأن الوضع الذي كانوا فيه تغير بنسبة ما. ولكن هل هذا الخط على امتداده يمكن أن يتحرك فيه النظام بحيث كما ذكرت الآن يمكن أن يفرج عن عشرات مئات آلاف من المعتقلين سياسيا ويعيد تهيئة المجال العام ويرفع قبضته عن الأحزاب السياسية وعن المعارضة السياسية سواء في الداخل أو الخارج؟ أنا أشك في هذا. هو تحرك محدود ومؤقت مرتبط بضغوط خارجية. النظام في مصر لن يسمح، النظام في مصر وهو بمنتهى الوضوح، النظام في مصر لن يسمح بأي هامش من حرية الحركة السياسية داخل الدولة، لأنه يرى أن في هذا الهامش تهديد لبقائه وأمنه واستقراره، وأنه يرى أن هذا الهامش الذي فتحه مبارك في آخر 5 سنوات قبل سقوطه كان هو السبب في سقوطه، وكان السبب في قيام ثورة 25 يناير، وبالتالي لن يسمح ولن يعيد تجربة 2011 25 يناير، لن يسمح بذلك. كل الأمور هي نوع من أنواع الاستجابة المشروطة وليست الانفراجة السياسية داخل بنية النظام. أنا من وجهة نظر ليس مقبولا بالمطلق أن أعقب أو أقيم على موقف الدكتور ممدوح، هو أدرى بخياراته وهو أقدر على تقييم صحيح الأمور، وبالتالي ليس لنا علاقة بموقفه الشخصي أو بموقفه من العودة أو عدم العودة، هذا يرجع له بشكل مباشر، وأيضا ليس لنا أن نحكم على موقفه بعد العودة. في الأخير هو أيضا هذا خياره السياسي وخياره الشخص، ولكن في الأخير عندما نتحدث عن بنية نظام سياسي قناعاتي الشخصية هذا النظام لن يسمح بأي انفراجة حقيقية داخل البنية السياسية في مصر، لأنه يرى أن أي انفراجة ستعطي هامش حركة للأحزاب السياسية، لمنظمات المجتمع المدني في مصر، للمنظمات الحقوقية، لدخول أطراف أجنبية وإقليمية على خط تعزيز الحريات وتعزيز الدور القطاع الخاص وتعزيز المجتمع المدني وتمكين التيارات السياسية، وفي الأخير سيصب ذلك عكس مصلحة النظام، وهذا ما لن يسمح به. وطبعا كده تقريبا انا فهمت راي حضرتك في موضوع المستشار هشام جنينه اللي بعد ما قضى عقوبته كامله ال5 سنوات خرج على ذمه قضيه اخرى فتحت من جديد. هي الفكره فين هنا؟ ان احنا عندنا مبدا بيسموه الاخوه المهتمين بالشان الحقوقي والقانوني فكره التدوير، ان في الاخير تبقى هناك ورقه من اوراق الضغط او ورقه من اوراق التاثير والهيمنه، وفي الاخير ايضا هذا النظام لا يحتاج لمثل هذه الاوراق، لأنه لم تكن هناك أوراق يحبس أو يسجن بسببها هشام جنين، ولم تكن هناك أوراق يطرد أو يطارد بسببها ممدوح حمزة، ولم تكن هناك أوراق يسجن بسببها زياد وعشرات الآلاف المعتقلين حتى الآن. في الأخير هذا النظام كلمة أوراق هنا بتبقى نوع من أنواع الابتزاز، بمعنى حبس صفوان حتى يبتزه في شركاته وأمواله واستثماراته، مطاردة ممدوح حمزة حتى يبتزه في أمواله واستثماراته ومصالحه وشركاته وشبكات علاقاته، هذا ورقة من أوراق الابتزاز. ولكن لو النظام في أي وقت من الأوقات أراد استهدافهم استهدافا مباشرا بالسجن أو بالاعتقال أو بغيرها من إجراءات قاطر على ذلك، ولدينا عشرات النماذج في آخر 10 سنين. في الأخير يا جماعة الخير، وأنا أتفق تماما مع وجهة النظر التي تقول أن الانفراج لها شروط، من بين هذه الشروط الجدولة الممنهجة للمعتقلين، رقم 2 رفع اليد عن الحياة السياسية في مصر فيما يتعلق بالمعارضة في الداخل والمعارضة في الخارج، 3 رفع يد العسكر عن الاقتصاد وعن عسكرة الدولة، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وزارة التعليم، رفع اليد عن عسكرة الإعلام في مصر بحيث تصبح لأي قناة فضائية أو أي وسيلة إعلامية
الحق في أن تعبر عما تشاء كيفما تشاء ووقتما تشاء، طالما أن في ذلك التعبير ليس تهديدا لأمن الدولة، ولكن من حقها أن ترفض أو تنتقد سياسة النظام. طيب عندي سؤال آخر قبل ما ننتقل للملف اللي بعده. حضرتك برضو الفترة اللي فاتت ظهرت دعوات من الخارج لانتخابات رئاسية مبكرة، وكان ليها ردة فعل في الداخل المصري، زي ما شفنا مثلا رئيس حزب الإصلاح والتنمية الأستاذ محمد أنور السادات اللي شاف واتكلم بوضوح أن ما فيش داعي لانتخابات رئاسية مبكرة، لكن خلونا نشتغل على إيجاد بديل، أكتر من بديل، خلينا ندعمهم، خلونا نقدمهم للشعب المصري ونعمل عليهم استفتاء ونضغط أن يكون في انتخابات رئاسية نزيهة على غرار 2011 ويكون في رقابة دولية عليها وتبقى انتخابات حقيقية. وهو برضو نفس الشخص اللي من كام شهر قال أتوقع أن رأس النظام المصري مش هيشارك في الانتخابات 2024. ده كان رأي أو ردة فعل على فكرة دعوات الانتخابات الرئاسية المبكرة. بعدها لاحقا خرج رئيس حزب الخضر الدكتور محمد عوض وقال لا، وده من الداخل المصري، واكد ان لا، مصر في حاجه لانتخابات رئاسيه مبكره بسبب تردي الاوضاع وبسبب امور كثيره جدا. وكلاهما قبلت دعواتهم بتثمين، سواء اللي رفض الانتخابات الرئاسيه المبكره بس طالب بانتخابات اكثر شفافيه، وسواء اللي قال انا بدعم فكره الانتخابات الرئاسيه المبكره. ده يخليني احس ان في حراك ولو بسيط، يعني كلها بوادر برضو، لان يعني ممكن يكون في حاجه كثير من الاراء بتتردد ان لو النظام المصري الحالي ما قدرش في خلال 2023 انه يتخطى الازمه الاقتصاديه الطاحنه، ان شاء الله ما يقدرش انه يتخطاها، من الاكرم له والخروج الامن والمشرف انه ما يكونش موجود في انتخابات 2024. كل دي ما هي برضو مؤشرات بتقول طيب ان ممكن يكون في حلحله في المشهد. طيب ممتاز جدا، ممتاز، هتفق مع حضرتك في كل اللي قلتيه، وهقول ان دي مؤشرات بس بقى لا ما مش بس لا ما تدمرها ليش. لا مش هقول لك حاجه بمنتهى البساطه. انا منذ تقريبا، واتذكر ان انا قلت لحضرتك هذا في مداخله سابقه، كنت تقريبا من حوالي شهرين او ثلاثه اشهر في ورشه عمل، هذه الورشه كان عنوانها مسارات التغيير في مصر، مسارات التغيير في مصر، وكان من بين المشاركين في هذه الورشه الدكتور ممدوح حمزه، وكان من اكثر المتحمسين انه لا بديل للتغيير السياسي في مصر الا بالدعوه لانتخابات رئاسيه مبكره مباشره. انا كان كل مداخلتي تتركز بدرجه اساسيه على اعداد اوراق سياسات وتجهيز مشروعات وتجهيز ملفات، واذا كانت لدينا الان فرصه او خيار من بين الخيارات الاساسيه او من بين البدائل الاساسيه هو خيار الانتخابات الرئاسيه المبكره، فلا بد ان يتم التجهيز من الان وبشكل فوري لتوضيح خريطه الطريق لهذه الانتخابات، الاجراءات، الادوات، الدعايه، التسويق، الرموز، الشخصيات، المشاركون، عشرات البنود الاجرائيه. اشتغل على ده دكتور ممدوح، اشتغل على دكتور ممدوح، وكل ما يمكن ان نقوم به في اطار دعم هذا البديل احنا جاهزين، لاننا في الاخير لا نريد مسارا اخر لهذه الدوله ان تدخل في نفق مظلم في ظل النفق الذي لم تخرج منه منذ 10 سنوات. هذا مسار. طيب مع توفير هذا تمام، جاهزين ندعو. الدعوه كانت ايضا قدمها احمد طنطاوي قبل الدعوه للتظاهر في 2011 2022، ودفع باتجاه احمد طنطاوي كمان، ودفع باتجاه بمنتهى الوضوح. قناعاتي الشخصيه، واتمنى تاني ان اكون مخطئا، هذا النظام لن يخرج بانتخابات مبكرة أو غير مبكرة. هذا النظام سيبقى حتى 2030، وإذا كتب الله له في عمره أكثر من ذلك لن يخرج إلا بوفاته. حالة واحدة فقط يا دعاء التي يمكن أن يخرج فيها هذا النظام، إذا أمر خارجيا، إذا أمر خارجيا، إذا رفع داعموه اليد عنهم. طيب رفع داعموه اليد عنهم بمعنى ايه؟ رفع الدعم؟ أيوة يعني فلوس أيوة. ولا قوه ولا ايه بالضبط؟ كل المؤشرات، لان في الاخير عندما نتحدث هناك دعم مالي، اثنين هناك دعم سياسي، بمعنى دعم في بناء صوره ذهنيه، اعلام يعمل على تحسين هذه الصوره، اعلام يضخم من المشروعات التي يقوم بها، اعلام داعم شركات علاقات عامه تحسن هذه الصوره في الاوساط الاوروبيه والغربيه والامريكيه، ايضا دعم لوجستي من خلال معلومات، من خلال شبكات، من كل هذا دعم. تمام. طيب الامر الاخر، بس كل ده اللي بيحركه الدعم المادي. طب ممتاز، ما هو في الاخير اذا توقف الدعم المادي خلاص فقد كل الدعم المادي. خلينا برضو نحط نقطه على الحروف، الدعم المادي لن يتوقف. طيب لن يتوقف، ما خلينا نكمل الجمله. لن يتوقف ليه؟ لانه هذا الدعم ليس الان مجانا، ليس دعما مجانيا، هناك عمليات بيع وشراء واستحواذ ونقل اصول، وبالتالي طالما مصر فيها اصول قابله للبيع
سيظل الدعم مستمرا، ليس دعما الان، بيع وشراء، ستولى الضخ مستمر، الضخ وليس الدعم حتى نضبط المصطلح، سيستمر الضخ مستمرا من جانب الداعمين الاقليميين والدوليين طالما انه يقدم لهم ما يرغبون في الحصول عليه او الاستحواذ عليه، وبالتالي عندما يخرج وزير المالية وتحدثنا في من قبل وزير المالية السعودي ويتحدث على أن الدعم مشروط، عندما يخرج وزير الكويتي ويتحدث عن الدعم المشروط، عندما نتحدث بعض الأطراف عن الولايات المتحدة الأمريكية مشروطية الدعم أيضا والمساندة، يعني عندما جاء بلينكن وزير خارجية مصر طالب منه مباشرة الدعم، الدعم الأمريكي أيضا صحيح. الدعم الأمريكي أيضا في هذه المرحلة كان دعما مشروطا، من بين الشروط تحسين اجواء الحقوق الاجواء الحقوقيه، تحسين اجواء الاقتصاديه فيما يتعلق بدور القطاع الخاص، وبالتالي اصبح هناك ثلاث اطراف اقليميه ودوليه تتحدث عن فكره مشروطيه الدعم. في هذه الحاله طالما هو يلتزم باداء الشروط هيبقى. طالما يلتزم باداء الشروط هيبقى. الكارثه الكبرى الان هو حسم خياراته من وجهه نظري. انه وضع كل ما لديه من اوراق في سله الامارات. بالظبط. بس خلاص. وبالتالي ستستمر الإمارات في تقديم كل صور الضخ طالما تستحوذ على ما تريد من استحواذات في قطاعات سيادية وشركات رئيسية فعالة في الداخل. يعني كده نصدق الكلام اللي قاله عبد الخالق عبد الله، يعني وده من الشخصيات البارزة في الإمارات اللي طلع واتكلم أو كتب تويتة يعني وبيقول فيها أن لو الإمارات فاضل معها دولار واحد هتقسمه مع مصر، يعني التغريدة قدامنا هو بيقول لك أن نطمن إخواتنا في مصر لو في دولار واحد هو اللي موجود في الإمارات هنقسمه مع مصر كما أوصى بذلك الأب المؤسس طيب الله أثره. أنا لا هل الإمارات ممكن تكون داعمة لمصر إلى هذه الدرجة؟ لا، ما أنا هقول لحضرتك عبد الخالق عبد الله لا أخذ بكلامه من هنا حتى نهاية هذه الطاولة. جميل جدا كده طمنت. لا بمنتهى الأمانة والله، يعني لأن عبد الخالق عبد الله يغير كلامه كما يغير ملابسه أو يحذف التغريدة دائما يعني. بالضبط كده. ويغير تغريداته كما كلما جاءت إليه التوجهات، وأشك أنه أحيانا هو الذي يكتب، فبالتالي لا يؤخذ على كلام عبد الخالق عبد الله، لأن في الأخير الأمور عبد الخالق عبد الله لا يتمتع بدرجه من الاستقلاليه والنزاهه حتى تبنى على تغريداته، على سبيل المثال هذا جانب. الجانب الاخر عندما تصدر مثل هذه التغريده هي بتوجيهات. الخلاف المتصاعد او بلاش خلاف، التوتر المتصاعد بين الاعلاميين في مصر وعدد من الاعلاميين في السعوديه يشير الى ان هناك فجوه تتسع بين النظام في مصر واعلامه والنظام في السعوديه واعلامه، وبالتالي كلما زادت هذه الفجوه تكون في صالح مزيد من التقارب المصري مع بين السيسي والامارات، لان في الاخير احد اسباب الخلاف بين النظام في السعوديه والنظام في مصر هو درجه التقارب بين النظام في مصر والنظام في الامارات. كلما زاد التقارب مع النظام في الامارات كلما زاد التباعد مع النظام في السعوديه. لكن ظهر راس النظام في المؤتمر اللي كان معمول في الامارات بتاع الحكومات ده اللي راح شارك فيه، والحقيقه كان حضور مهين. يعني الناس كلها شافت طريقة الاستجداء والذل اللي كان بيتكلم بيها رأس النظام المصري، واللي يعني قارنوها طبعا برؤساء سابقين زي عبد الناصر زي السادات زي حتى مبارك، ان يعني مفيش رئيس لمصر جه وتحدث بمثل هذه الصورة. أنا برضو يعني هو بيحاول يلم هو مع السعودية بشكل كبير. لا هو يعني برضو في الأخير نوع من أنواع إيه، تهدئة السطح إعلاميا، ولكن يبقى ما في التفاصيل في التفاصيل. يعني قبل أن أحضر إلى هذا اللقاء اطلعت على مقال نشره أحد الإعلاميين السعوديين في صحيفة عكاظ. كم الإهانات والتجريح اليوم بعد الذل بتاع أول امبارح. اليوم كم التجريح والإهانات والتعالي والغطراسة في التعامل. استخدم مصطلح يعني لم يستخدمه إلا صامويل هانتنجتون. صامويل هانتنجتون جاء سنة 2008 ونشر مقال مهم جدا اسمه لماذا يكرهوننا، بيتكلم على الولايات المتحده الامريكيه. هو بيقول لك ليه الشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه بتكرهنا رغم ان احنا قريبين منهم قوي ولنا فيهم حلفاء، لماذا يكرهوننا؟ النهارده الراجل ده كاتب نفس المقال، لماذا يكرهوننا؟ يكرهوننا لاننا الافضل، يكرهوننا لاننا الاغنى، يحسدوننا على ثروتنا، يحسدوننا على 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 على. وبالتالي نفس المقال اللي نشر في عكاظ النهارده يقول ويؤكد. عكاظ لا تتحدث من تلقاء نفسها لانها صحيفه شبه رسميه تقريبا ان لم تكن رسميه بنسبه 100%. وبالتالي الخلاف موجود، التوتر قائم، وهذا الخلاف بوجوده واستمراره مرشح للاستمرار والتصاعد في ظل لغه الخطاب التي تحدث بها السيسي في الامارات.
تعال نسمع جزء من اللغة اللي تحدث بها في الإمارات، وإحنا عمالين بنطلب يعني لما يطلع رأس النظام ويقول مين وصل مصر قبل أول لما صدر بيان 3/7 وعارف مطالبنا والدعم جالنا من غير ما نطلب، يعني لا واضح يعني من غير ما نطلب، يعني لأنه هو إحنا نسينا ما نشر في الواشنطن بوست في مارس 2013 البكسو ده يا دكتور واشنطن بوست مارس 2013 عندما تحدث عن لقائه مع وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه رتب لهذا الانقلاب بدعم وتنسيق إماراتي سعودي وبرعاية أمريكية. تعالى نسمعه هو بيقول بيفكرهم انتوا عملتوا معانا ايه في 2013 بعد ما قلت البيان بتاع 3/7 ده، فقالوا كنت الشيخ محمد بن زايد جاي يزور مصر، فجه الشيخ محمد ومعاه وفد من دولة الإمارات وعارف إيه المطلوب. مش أنا قلت له، والله العظيم ما قلت له، أنا بقول كده للمصريين بفكرهم، بفكر نفسي وفكر اللي عايز يفتكر. والشيخ محمد في الوقت ده نظم مع الأشقاء الدعم اللي هيتقدم لمصر. طيب حضرتك بقى قلت ان الترتيب كله مترتب من مارس، يعني هو كان جاي وعارف المطلوب. لا لا لا، ليس هذا فقط، يعني هناك تسريبات تؤكد الارقام التي طلبها من الامارات والسعوديه حتى يتحرك للقيام بالانقلاب العسكري. ده التسريبات اللي هي بتاعت الشويله ولا لا؟ غير لان هي انا برضو يعني من يعني واعتذر لحضراتكم ان اقول هذه المعلومه. في 2014 ابريل 2014 اصدرت كتاب عن السياسه الامريكيه والثوره المصريه، السياسه الامريكيه والثوره المصريه، رصدت فيه حرفيا كل التصريحات والملابسات والاجراءات التي قامت بها الولايات المتحده مع حلفائها الاقليميين في دعم الانقلاب العسكري. الكارثي هنا انا من وجهه نظري انه جزء كبير كل ما تحدث به السيسي في هذا اللقاء كارثي، كارثي بامتياز. صحيح. ولكن انا وجهه نظري ان النقطه الاكثر كارثيه هو تكراره لكلمه تريليون دولار اكثر من 4 مرات خلال اخر 4 مناسبات. انا كنت لسه عايز اسال حضرتك، بس نسمعه الاول وهو بيقولها ونرجع. أيوة. لان عندي اسئله كثيره. أيوة. في موضوع التريليون ده بمنتهى الصراحه كنت دايما اقول ده للناس اللي بتسمعني، بقول دولة زي مصر عايزة تريليون دولار تصرفه موزع كل سنة. تريليون دولار يعني كام؟ يعني ما يقرب من مثلا 20 تريليون جنيه. طب هل المبلغ ده متاح؟ لا. طب نصه متاح؟ لا. طب ربعه متاح؟ لا. قدرات يعني حسب ما شفت برضو كتير من التعليقات وحسب ما بصينا، يعني في دول كبيرة ودول تعتبر من أغنى الاقتصادات مثلا في القارة الأوروبية زي فرنسا وألمانيا، الاثنين مجتمعين ميزانيتهم مش تريليون. لا، واحنا عندنا مجموعة اسمها مجموعة العشرين اللي هي تعتبر أقوى 20 اقتصاد في العالم، من بينها دول لم تصل الميزانية السنوية لها لتريليون. تركيا عندما نتحدث عن الميزانية السنوية تتحدث في 750 مليار. تركيا بما لديها من اقتصاد، تركيا اللي هي بتحقق صادرات سنويا 250 مليار دولار، 250 مليار دولار وصلت السنه اللي في سنه 2021 235، سنه 2022 وصلت كما قرات 250 مليار دولار في السنه قيمه الصادرات التركيه. هو العام الماضي كان يحتفي بوصول قيمة الصادرات المصرية ل 35 مليار. وعايزين تريليون دولار. فبالتالي أنا لما أجي أتكلم، الإشكالية هنا ليست في هذا الرقم، ولكن أنا عاوز أخد زاوية تانية خالص. إن أنا لما أجي في عدة مناسبات وأقول مصر محتاجة تريليون، إحنا صرفنا 450 مليار على، وصرفنا 250 مليار على، وصرفنا 100 مليار على، في الوقت اللي بتيجي فيه بتظهر بعض التسريبات بغض النظر عن دقتها أو غير عدم دقتها، اللي بتتكلم على منح امتياز قناة السويس مقابل تريليون دولار، الرقم تكرر. هل التكرار الحديث على كلمة تريليون تهيئة للشعب أن يقبل مقابل هذا التريليون الذي سيحصل عليه إن حصل عليه مقابل امتيازات قناة السويس؟ حتى لو دي ميزانية سنة، هو بيتكلم على السنة. ممتاز. وبعدين وبقيت السنين. ومن الذي يملك القدرة من كل دول العالم دون استثناء أن يمنحه سنويا تريليون دولار؟ ولو منح تريليون دولار، هل لدينا نزاهة أو شفافية معلومات أو جهاز رقابي أو جهاز متابعة يقدر يقول لنا العشر مئات المليارات التي حصل عليها منذ 2013 حتى الآن أين ذهبت وفيما أنفقت؟
ليس لدينا معلومات. لما يجي يقول انا اصرفت 250 مليار على السكك، على البنيه التحتيه للطرق والكباري، وانفقت 150 مليار على البنيه التحتيه للكهرباء، وانفقت، طب ممتاز، من الذي، اين الكشوف واين البيانات واين اجهزه الرقابه واين اجهزه المحاسبات واين المجلس الشعبي الذي يتابع مثل هذه الموازنات واين التقارير الحكوميه؟ كل هذا تنفيه رسميا تقارير البنك المركزي التي تصدر بشكل دوري، تنفي كل هذه الارقام. طب من اين ياتي بهذه الارقام؟ من اين ياتي بهذا؟ لا يوجد عليه رقيب في الارقام التي تطلب. فكره ان انا اجي قدام الدول الخليجيه والدول المانحه، اللي طبعا ما فيش مقارنه بين مستوى حياه الفرد في الدول دي ومستوى حياه الفرد في مصر اطلاقا يعني، واجي اقول لهم انا محتاج تريليون دولار عشان ان انا الموازنه بتاعتي محتاج تريليون دولار، هل هم بيصدقوا هذا الكلام؟ هل هم بيصدقوا يعني بيبقوا شايفين هم بيصرفوا ايه وميزانيتهم؟ لا، انا وجهه نظري ومصر اللي قدها 10 مرات تصرف قد ايه؟ انا وجهه نظري ان هو بيتم التعامل في كثير من المواقف بدرجه من درجات الاستخفاف فيما يطلق من ارقام، ولكن في الاخير هذه الدول تعرف كيف تدير حساباتها، لان انا في الاخير بتعامل مع هذه النظم بمنطق انها نظم تجار وليس وساماسرة وليس سياسيين. لسه بنتعامل معهم على انها شولة. لا، هو يتعامل معهم بهذا المنطلق، وهم عارفين ان هو بيتعامل معهم بهذا المنطلق، وهم عارفين كيف يوظفوا هذه اللغة، هذه لغة الخطاب، هذه في تحقيق الأهداف التي يسعون إليها. وبالتالي لما تيجي حضرتك النهاردة ترصدي قائمة الشركات التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي من رئيس الوزراء وفيها 32 شركة، حاول احد الشباب هنا في الاعداد يتابع كم شركه من هذه الشركات او القطاعات ال 32 ستذهب الى الامارات العربيه المتحده. هذا جانب اللي هو المعلن. الى اين ستذهب؟ هذا جانب. الجانب الاخر، انا ما اتحدث عن القطاعات الاستراتيجيه، طرح شركات الكهرباء. طب الى من ستذهب؟ شركات الطاقه الكبرى، شركه توتال النهارده الاماراتيه، شركه اماراتيه سيطرت على حصص توتال الفرنسيه النهارده اللي هي موجوده في الطيف. وبالتالي وبقى عندنا مصطلح كده بدا ينتشر اسمه المستثمر الاستراتيجي، او يعني سيتم منحها لمستثمر استراتيجي. احنا بقى في عندنا يعني النهارده لسه كنا واخدين خبر عن حلوان للاسمده انها هتمنح بالامر المباشر لمستثمر استراتيجي، طبعا دون التوضيح عن جنسيته. يعني انت لو تتذكري وما تنزلش بورصه والشركه ناجحه والشركه رابحه. لا، انت لو تتذكري في احد المؤتمرات الصحفيه كان بيوزع عطاءات دون حسابات ودون مناقصات ودون قوانين، يقول لك تقدر تشيل يا حاج سعيد، تخلص يا حاج سعيد على الهوى. هكذا تتعامل الدوله، لانه في الاخير خلينا بس نضبط البوصله يا جماعه الخير، لا توجد مؤسسات رقابه، لا توجد نزاهه، لا توجد شفافيه في المعلومات، لا يوجد رقيب على كل المليارات التي حصل عليها. اثنين، هذا الرجل يتحكم في هذه الدوله دون خطط، دون سياسات، دون ارقام، دون مؤشرات، دون دراسات جدوى، وبالتالي يتعامل مع هذه الدوله على انها ملك خاص به يتحرك به كيفما شاء. عندما تم تسريب قضيه القصور الرئاسيه في 2019 واثيرت حولها ضجه اعلاميه كبيره، كيف تعامل معها؟ بمنتهى البساطة خرج في مؤتمر صحفي، ببني وهبني. هو أنا ببني عشان مين؟ على أساس أن المصريين هيروحوا يسكنوا في هذه القصور. وبالتالي هذه هي الفلسفة الحاكمة. وبالتالي لا نقف كثيرا، من وجهة نظري لا نقف كثيرا عند الأرقام التي تصدر عنه، ولكن نقف ما وراء هذه الأرقام. أنا ما لفت نظري بشكل خاص هو أن التكرار الحديث عن كلمة تريليون دولار هي تهيئة للشعب المصري أن هناك من يمكن أن يدفع هذا الرقم، ولكن التضحية ستكون كبيرة. ما هي أكبر تضحية يمكن أن يتنازل عنها هذا النظام أو يفرض فيها هذا النظام؟ الرهان الأكبر على قناة السويس. محمد معيط، وذكرتها في لقاء سابق، محمد معيط لما خرج في سبتمبر 2022 وقال نواجه ضغوط كبيرة جدا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأنهم يطالبون منا أن نطرح أسهم القناة والسد العالي في البورصة. طيب الآن كلها مخططات أو إجراءات مرحلية متدرجة للتخلص من هذه الأعباء أو طرح هذه الملفات الاستراتيجية الكبرى. وزارة النقل تحديدا تم أخذ قروض بمليارات لتطويرها وإدخال قطبان جديدة وجرارات جديدة وإلى آخره، ورغم كده برضو في المؤتمر وفي كلمة رأس النظام المصري تحدث عن وزارة النقل تحديدا وقال إن احنا محتاجين ل 2 تريليون جنيه عشان نطور وزارة النقل أو هيئة السكة الحديد. يعني نسمعه وهرجع أسأل حضرتك فيها سؤال. على نفس النسق ده قطاع زي قطاع النقل في مصر، القطاع ده تكلف 2 تريليون جنيه، 2 تريليون جنيه في المدة دي كلها.
ده معناه ايه؟ معناه ان كان في قطاع والقطاع ده مؤهل انه يشتغل عشان يخدم 105 مليون ويخدم مستثمرين يجوا يشتغلوا يقدروا يعملوا 2 تريليون جنيه عشان نطور قطاع النقل في مصر. انا اتذكر انه من سنوات طويله جدا جدا يمكن 2016 او 2017 ال 2 تريليون دول كانوا تقريبا 80 مليار عشان نطور قطاع النقل، بس وقتها اتقال نحطهم في البنك اولى حاجه كده يعني. تمام. النهارده ايه اللي ضرب الرقم في 1000 تقريبا؟ لا، وفي عندك رقم كمان مهم جدا جدا، انه في عام من الاعوام اتفق مع احدى الشركات الالمانيه على قطار كهربائي بقيمه 23 مليار يورو. صحيح. وبالتالي عمليات التطوير والارقام التي يتم الاعلان عنها والاتفاقيات التي يتم الاعلان عنها من وجهه نظري انها لا تخدم اكثر من 1% من الشعب المصري، تخدم فئات خاصه جدا، لان مثل هذه المشروعات لا تستهدف المواطن العادي، والا ما تكررت حوادث القطارات التي تحدث بشكل شبه دوري، ما تكررت حوادث الطرق التي تحدث بشبه دوري، ما فرضت الولايات المتحده، ما وضعت القوات المسلحه يدها على كل هذه الطرق، واصبحت كل هذه الطرق تنفيذا واداره واشرافا وتجاره تحت سيطره القوات المسلحه المصريه. لانه في الاخير هذه الطرق عندما من الذي يقوم بالانشاء؟ من الذي يقوم بالتأسيس؟ من الذي يقوم بالإدارة؟ من الذي يقوم بفرض رسوم مرور على هذه الطرق؟ من الذي يحصل على هذه الرسوم؟ من الذي الآن وضع يده على 2 كيلو مع كل طريق يتم إنشائه من الطرق السريعة؟ كله تحت سيطرة الولايات المتحدة، عفوا الولايات المتحدة ماسكة معايا، القوات المسلحة. في الأخير نحن نتحدث على منظومة كاملة من الفساد. هذه المنظومة هدفها الرئيس ترسيخ هيمنة المؤسسة العسكرية على كل القطاعات بما فيها قطاع النقل. عندما جاء كامل وزيرا للنقل وجاء به على أساس أنه سيحقق طفرة هائلة، كم حادثا فارقا فيما يتعلق بالسكة الحديد تعرضت له مصر بعد تولي كامل الوزير مهام الوزارة. صحيح. هذا جانب. الجانب الآخر، عندما منذ تقريبا أسبوع أو 10 أيام أعلنوا عن فكرة تدشين أسرع قطار يصل إلى الأقصر، سرعته 360 كيلو، كانت من بين وصل في 10 ساعات طيب السؤال هنا، هل نتحدث عن قطارات دون تهيئة بنية تحتية حقيقية، أم أن الهدف الرئيسي هو مجرد إطلاق شعارات بلا جدوى حقيقية وإطلاق مشروعات بلا جدوى حقيقية؟ عندما تم توقيع فكرة القطار مع ألمانيا ب 23 مليار، من الذي دفع الرسوم لألمانيا على سبيل المثال؟ وما المقابل الذي حصلت عليه ألمانيا نظير دفع مثل هذا الرقم؟ عندما وقع اتفاقا مع شركة سيمنز الألمانية ب 12 مليار في 2015 أو 2016 على ما أتذكر، من الذي دفع هذه الأرقام لألمانيا؟ وما المقابل الذي تحصل عليه النظام من ألمانيا نظير هذه الأرقام؟ وبالتالي لابد أن ينظر دائما ليس فقط في الأرقام التي يتم إعلانها، ولكن رقم واحد ما وراء هذه الأرقام، 2 حجم ما تحقق فعليا والعائد فعليا على التنمية الحقيقية. لأننا في الأخير عندما أقول تنمية طرق، المفترض أن تنعكس هذه التنمية في عدة مؤشرات، من بين هذه المؤشرات حجم التجارة الداخلية، من بين هذه المؤشرات حجم المشروعات الخاصة التي ضخت أو أنشئت على خلفية هذه البنية التحتية، من بين هذه المشروعات عدد الأسواق الناشئة داخل مصر حتى يستفيد منها وتحرك عمالة وتحرك مشروعات داخلية. كل هذا لم يحدث، لأنه في الأخير مع هذه التنمية التي يقول عنها تنمية في الطرق والبنية التحتية، هناك تدمير ممنهج لكل المشروعات الخاصة، ولكل حتى هناك الأسوأ من ذلك. هناك كنت دائما أقول في أسوأ من ذلك؟ هقول لك إزاي. احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا، او كان عندي ما كنتش بتعامل معاها لانها مشكله، كنت بتعامل معاها على انها رئه للتنفس، اللي هي فكره الاقتصاد الموازي. يعني ايه الاقتصاد الموازي؟ يعني احنا عندنا هتلاقي مثلا خارج حسابات الدوله عشرات بل مئات بل الاف المشروعات اللي بيقوم بها الافراد في ذواتهم بعيدا عن الدوله. واحد عنده قطعة أرض يقوم بزراعتها ويقوم بالتجارة على رأسها مباشرة، أو عنده مصنع صغير أو عامل ورشة في بيته، هذا بنسميه الاقتصاد الموازي. هذا الاقتصاد الموازي كان ينقذ الملايين من المصريين في أوقات الأزمات، لأنه في الأخير بعيد عن سيطرة الدولة، لا تتحكم الدولة في دخله، لا تتحكم الدولة في توجيهه، بل أحيانا الدولة كانت تقوم بتدمير عشرات المشروعات ومئات المشروعات بدعوى التطوير. طيب الآن
منذ 2021 وبدأ يفكر في وضع اليد على هذه المشروعات ويفرض رسوم على كل مشروع من هذه المشروعات، لدرجة أنه هو أو من يومين يعني حاجة نوع من درجة من درجات الاستخفاف، يفرض رسوما وتأشيرة وإذنا على من يقوم بعمليات الدفن الموتى. طيب احنا في كل ده يا دكتور، وزي ما حضرتك شفت كده وفي مؤتمر ومذاع وعلى العلن، وطالع يعني رئيس الدولة اللي هو أكبر ممثل لمصر، رأس النظام اللي هو المفروض يعني كبيرة كبيرة فعلا في قيمتها ومقامها وأمور كثيرة، لما أنا طالع في مؤتمر مع صحفيين ومستثمرين ومسؤولين من البلدان المختلفة، وطالع عمال أتكلم عن احتياجاتي في الموازنة العامة واحتياجاتي للتعليم واحتياجاتي للصحة واحتياجاتي للنقل، أمال في الغرف المغلقة بقى وهو قاعد بس مع محمد بن زايد وهو قاعد بس مع محمد بن سلمان بيكون عامل إزاي؟ لما شفنا المشهد بالمنظر الذليل وإحنا عايزين وبنعمل امال في الغرف المغلقه وضعنا ايه بجد؟ ويا شيخ محمد بطلب منك طلب يعني لا فعلا يعني بجد انا بحاول اتصور يعني بتبقى الصوره عامله ازاي يعني. شوفي انا يعني لما كده المفروض بحافظ على شكلي قدام الناس. لا انا ما هو لا في الاخير هو لا يحافظ، في الاخير هو لا يعنيه اي شيء ولا تعنيه اي صوره باي حال من الاحوال، ما يعنيه هو حجم ما يحصل عليه لشخصه فقط ولنظامه فقط ولثرواته الشخصيه. خليني برضو هأكد جزئية في غاية الأهمية، مع كامل الاحترام والتقدير للإمارات العربية المتحدة شعبا وليس حكومة، مع كامل الاحترام والتقدير للمملكة العربية السعودية شعبا وليس حكومة، مصر أقوى دولة عربية بكل المقومات وبكل الإمكانيات وبكل القدرات، وتمتلك من الثروات والإمكانيات والقدرات ما يتفوق على كل ما لديكم أرقام ووقائع، ولكنها الآن تعاني من وجود يقول ايه سرقه لمقدراتها ومكوناتها. هذه المرحله لن تدوم مهما طالت، هذه المرحله لن تدوم. هذه الدوله مر عليها عشرات المستبدين وعشرات الفاسدين وعشرات المجرمين وعشرات المستعمرين، ولكن ظلت هذه الدوله اغنى دوله عربيه بامكانياتها وقدراتها وثرواتها. السياسه الممنهجه لتدمير هذه الدوله، ولو تتذكري ايضا في مرحله من الحلقات قلت هناك فارق كبير بين من يسعى لدعم النظام ويدعم الدولة ومن يسعى لدعم الدولة. هؤلاء لا يدعمون دولة، هؤلاء يدعمون نظام لتدمير هذه الدولة، ولكن هذه الدولة لن تدمر لأن هذه الدولة لديها من الإمكانيات البشرية والإمكانيات الطبيعية والثروات والقدرات، ليس فقط ثروات موارد ومعادن ولكن من الموقع والأهمية والنفوذ والمكانة والتأثير والإمكان، كل ذلك يقول أن هذه الدولة ستتجاوز هذه الأزمة، وأن هذه الدول سيكون هناك مرحلة حاسمة في تاريخ هذه الدول لتعود الأوضاع لما كانت عليه قبل نكسة 2013 في مصر. احنا اتكلمنا على الإمارات ودور الإمارات وإن التقارب المصري الإماراتي هو السبب في بعض المشاكل اللي بين مصر والمملكة العربية السعودية. الامارات وزي ما شفنا عبد الخالق عبد الله انها تقف جنب مصر وامور كده، لكن احنا كمان شايفين ان في دعم بمقابل زي ما حضرتك اشرت. لو حصل والامور بتتغير بشكل سريع ورفعت الامارات العربيه المتحده يداها عن مصر، هل نقدر في الوقت ده نقول ان دعم المملكه العربيه السعوديه وحده يكفي مصر؟ وهل النظام في الوقت الحالي سيكتفي بدعم دولة واحدة دون الدول الأخرى، ولا هيحاول ويسعى أنه يحصل على الدعم من الكل مجتمعين؟ طيب احنا عندنا، أنا من وجهة نظري أن آخر 10 سنوات حدث تحول استراتيجي بمنتهى الوضوح، حدث تحول استراتيجي في التوجهات السياسية لمن يحكم مصر. تحول استراتيجي من ناحية إيه؟ هقول لحضرتك احنا في الفترة من 1991 حتى عام 2011 مصر كانت تابعا وبامتياز للمملكه العربيه السعوديه في كل السياسات، في كل التوجهات، في كل الملفات، في كل القضايا. ده بعد الغزو والعراق. بعد غزو الكويت، العراق للكويت 1991. تمام؟ وبالتالي طب وفي هذه المرحله اصبحت المملكه العربيه السعوديه المستثمر الاول داخل مصر، الشريك التجاري الاول داخل مصر، تتعامل مع مصر على انها العمق الاستراتيجي لها والحديقه الخلفيه لكل ما تقوم به من سياسات. وتعتمد على الدور المصري دورا وظيفيا في إدارة الملفات التي لا تحتاج فيها إلى تدخل مباشر. من 2013 هناك تحول استراتيجي في هذه البوصلة من جانب عبد الفتاح السيسي، وهو تحجيم دور النظام أو المملكة العربية السعودية في التأثير على عملية صنع القرار في مصر لصالح الإمارات العربية المتحدة. التقارير الرسمية اللي بتقول أن الإمارات أصبحت تاني مالك في مصر بعد الجيش بنسبة 9.5 أو 9.6%
من 10 بتقول تؤكد هذا التوجه. يعني ده السعوديه تراجعت ولا استغنت عن اصول؟ لا هو مش استراجعت، هو اللي رفع وعظم من حضور وتاثير ونفوذ الدور الامارات. وبالتالي هيكون المقابل ايه؟ هيكون المقابل اما نوع من انواع التراجع السعودي، نوع من انواع الانسحاب من بعض الملفات او من بعض القطاعات التي كانت تهيمن فيها، سحب او تجميد بعض الاستثمارات، ولكن في الاخير لا، الامارات الدور يتصاعد وينمو في كثير من الملفات. بس ده بمساعده مصريه. بمساعده من؟ بمساعده مصر، يعني بمساعده الجانب المصري لتعظيم دور الامارات في توجه مصر. رسمي. توجه رسمي، لانه في الاخير قابلين تمنه. بالظبط. يعني توجه رسمي، لانه في الاخير هو يرى في الامارات كما قال في تسريباته، يرى في الامارات مجرد شوال او مجرد بئر بالبترول يسحب منه وقتما يشاء، ولكن يرى في السعوديه انها يمكن ان تنافسه على طموحاته التي يسعى الى تحقيقها بعيدا عن الامارات. الامارات لا تقدم نفسها في هذه المرحله على انها منافسا او مواذيا للدور المصري او لدور النظام في مصر، ولكن محمد بن سلمان في هذه المرحله يقدم نفسه على انه الكبير والزعيم وعلى الجميع ان يخضع ويطيع. بس كتير كان شايف ان الامارات اخذت من الدور المصري في المنطقه العربيه. ما هو ده بامتياز، لان انت في الاخير انت بتقدمي تنازلات، فالامارات دورها يعني بيتصاعد ويتمدد. هي دورها تصاعد في المستوى الداخلي وكمان في المستوى الاقليمي. ممتاز. هو ولهذا هذا التمدد وهذا التصاعد هو اللي انا قلت عليه حضرتك كده، التحول الاستراتيجي في توجهات النظام في مصر، بعد ان كان تابعا في فتره مبارك للسعوديه اصبح تابعا للنظام الاماراتي من 2013 وحتى الان. كل ما ذهب اليه في حواراته في مؤتمر الحكومات في الامارات العربيه المتحده يؤكد هذا المؤشر. كل الحملة الإعلامية التي استهدفت الإعلام السعودي والإعلاميين السعوديين والنظام السعودي في كثير من الملفات منذ أغسطس 2022 وحتى الآن تؤكد هذا التوجه. سيطرة الإمارات على قطاع الصحة وتمددها في قطاع التعليم وتمددها في قطاع الطاقة وتمددها في قطاع الكهرباء يؤكد هذا التوجه. سيطرة الإمارات واستحواذها على عدد من الشركات الاستراتيجية للدولة المصرية تؤكد مثل هذا التوجه. سعي الإمارات وهيمنتها، يعني عندما نتحدث عن ميناء سفاجة وتطويره وميناء رأس براني وتطويره، قاعدة محمد نجيب وتطويرها، من الذي كان حاضرا بامتياز في هذه المناسبات الثلاثة؟ الإمارات العربية المتحدة. تطوير المواني ليس مجانيا، ولكن بامتيازات وتسهيلات يحصل عليها النظام في الإمارات في هذه المواني. عندما تم حفل كبير في ميناء سفاجة وحفل كبير في ميناء سيدي براني وحفل كبير في قاعدة محمد نجيب في الصحراء الغربية، كل هذه الأمور نوع من أنواع التمدد الإماراتي في القطاعات الاستراتيجية للدولة المصرية. وأهم قطاع، تسعى الإمارات منذ 2004 على السيطرة عليه في كل دول العالم وليس في مصر، هو قطاعات المواني عبر شركة مواني دبي. لماذا؟ لأنها ترى في السيطرة والتحكم في هذه المواني تحكم في طرق التجارة العالمية، وبالتالي تستطيع أن تفرض شروط على طرق الإمداد والتموين والحركة والنقل وغيرها. طب هسأل حضرتك سؤال هو ساذج، معلش. لا العفو. بس يعني ده سؤال يمكن حضرتك اللي أشرت لنا ليه. النهاردة لما بيتكلم رأس النظام المصري وبيقولك أن احنا محتاجين تريليون دولار كل سنة عشان مصر تقدر يعني أنها تعيش، هل الإمارات قادرة على دفع هذا المبلغ؟ لا طبعا، لا طبعا، ولن يحدث. يبقى احنا كده، لا انا مش بتكلم في دعم، انا بتكلم في مقابل اصول، حتى شراء. بالظبط. يبقى كده معناها ان هو مضطر انه يحسن علاقاته مع الدول الاخرى ويعمل نوع من انواع التوازنات، عشان يعني اكيد ان شاء الله ده مش هيحصل لو فعلا اللي هم بيخططوا له فكره قناه السويس مقابل تريليون دولار سنويا، هيحتاج اكتر من شريك. شوفي يا رأى، هو في احنا يعني خلال المرحله الاخيره اخر تقريبا خلال اخر 5 سنوات أو 7 سنوات هناك نوع من انواع التنافس المتنامي بين النظام في السعوديه والنظام في الامارات، وهناك نوع من انواع يعني مش هقول بقى التنافس، العداء من جانب النظام الاماراتي والنظام في الكويت، وبالتالي اتساع الفجوه بين النظام في الامارات والنظام في السعوديه والنظام في مصر والنظام في الكويت في الاخير سيصب في اتجاه أن الإمارات ستفرض المزيد من الهيمنة على الكثير من القطاعات في النظام في مصر. هو يمكن أن يتجه إلى التخفيف، تخفيف حدة التوتر مع السعودية ومع الكويت ومع غيرها، ويرسل عدد من الوزراء لتهدئة الأوضاع ويقدم عدد من التصريحات ويطلب من إعلامه أن يسكت فيسكت، كما حدث مع رئيس تحرير الجمهورية على سبيل المثال. ولكن في الأخير ستبقى للإمارات طالما بقي هذا النظام اليد العليا على توجهاته الداخلية وتوجهاته الخارجية.
بامتياز. لماذا؟ لأنها في الأخير صاحبة أكبر ضخ لأكبر نسبة أموال منذ بدأ الانقلاب في 2013 حتى الآن. هذا ما يجب التأكيد عليه في هذه المرحلة. الإمارات يمكن أن تقدم تريليون دولار، يمكن يمكن، ولكن متى؟ عبر عدة سنوات مقابل امتيازات في القناة. بمعنى يمكن أن تقدم كل عام 50 مليار، 50 مليار، 100 مليار بحد أقصى، ولكن على الراجل ده ممكن مكمل معانا لسنة 20-30، تمام، 7 سنين، تمام، يبقى نعطيله 100 مليار، 100 مليار كل سنة مقابل امتيازات واحد. هو في ضمان إن آخره 20-30؟ إذا ربنا بقى في سيناريو البجعة السوداء، مش عاوز أقول حاجة تانية يعني على الهواء. سيناريو البجعة السوداء. راجل أصغر مني يا دكتور. سيناريو البجعة السوداء. لا يعني في ضمان إن 20-30 ده آخر، ما فيش تعديل دستوري بقى تاني ممكن يحصل أنا ولا أي قلت حاجة أنا يعني. قلت لحضرتك، أنا قلت لحضرتك في منتصف المداخلة. وأنا وقتي خلص، عبد المنعم بيأكد وقتي خلص بس. هذا أن عبد الفتاح السيسي لن يترك الحكم أو السلطة في مصر إلا إذا توفاه الله لأي سبب من الأسباب. رقم واحد، إلا إذا أجبر على التنحي من جانب أطراف إقليمية ودولية، إلا إذا قامت ثورة أو حركة احتجاج حقيقية داخل الدولة تهدد مصالح القوى الإقليمية والقوى الدولية فتجبره على الانسحاب.